صخرة الدفاع وائل جمعة نشوفه في تحليل المباراة رأيه في فوز الأهلي. بداية طبعا مبروك للنادي الأهلي، فوز كان ممكن يكون 4-5-0 للفريق للنادي الأهلي. أضاع اللاعبين في الشوط الثاني تحديدا يا مهند 4 أهداف محققة على الأقل، ودي النقطة اللي اتكلمنا فيها في قبل المباراة على السلبية اللي موجودة عند أزارو، وهي إهدار الفرص السهلة. يعني شفنا فرصتين مؤكدتين تمام مؤكدة للنادي الأهلي. الشوط الثاني تراجع النادي الأهلي بدنيا جدا يا مهند، واضح مفيش الضغط اللي اللاعبين كانوا بيعملوه الشوط الاول، مفيش استرجاع الكره بسرعه، مفيش التحركات اللي من غير كره اللي كنا بنعملها واللي ساعدتنا في التقدم في الشوط الاول، نتيجه طبعا البطوله العربيه والارهاق من السفر والقائمه المحدوده من اللاعبين اللي اتكلمنا عليها، الغيابات المؤثره عند النادي الاهلي. اعتقد في مباراه العوده هيكون 3 لاعبين على الاقل رجعوا من المصابين، هتبقى الامور افضل. انما انا زي ما بقول اخشى من الاجهاد والارهاق اللي عند اللاعبين. اثرت البطوله العربيه على الاهلي المصري؟ اكيد اثر بشكل كبير جدا، السفر واللعب وزي ما بقول القائمه المحدوده، لان لما تشوف تشكيل النهارده مهند، اللي ارتاح من مباراه النجمه اللبناني ما شاركش كان ازارو واحمد فتحي، انما 8 لاعبين الباقيين شاركوا، حتى الشناوي حارس المرمى موجود. فيعني بص الفرص مش ممكن فرصه هدف بسهوله بتضيع بالشكل ده، الفرص دي انا اتمنى ان احنا ما نندمش عليها في مباراه العوده، المباراه تكون صعبه في ملعب ستيف، عارفين الحماس اللي هو سجل هدف لم يحتسبه هدف صحيح، ولكن 2-0 مع فريق بحجم النادي الاهلي مش نتيجه سيئه، الافضل كمان ان احنا ما استقبلناش اهداف. طيب الصخرة بيهني وبيبارك وبيشيد، بس هو لمس نقطة مهمة وللأسف الشديد لما بنتكلم المحللين بتوعنا في الإعلام بيستخفوا بيها وهي الإرهاق. أستاذ إبراهيم، أنا وحضرتك وإحنا قاعدين على الكرسي ده بنقوم نقف في البريك نتمشى شوية ونقعد، ورغم كده وإحنا مروحين بالليل بنحس إن عضلاتنا مشدودة شدة من القعدة. تخيل أنت الإرهاق من السفر، مش هنقول من اللعب، ومن القعده في الطيارات بالساعات، نفس القعده وكراسي ضيقه، كل ده بيأثر على العضلات. انا دلوقتي تنبهت هو ليه الإصابة معظمها في العضلات دلوقتي؟ مؤكد لان كميه السفر، اتوبيسات بتاخدك من مصر لحد الاسكندريه، طيارات بتاخدك مسافات يا على بيروت يا على افريقيا، كل ده فأقل من 20 وانت سافرت كام سفرية؟ طبعا تكون العضلات مؤكد منهكة، العضلات منهكة مش إرهاق نفسي يعني. أول طيب إيه حكاية إن للأهلي منصب له فخ في الجزائر؟ هل ده صحيح ولا لا؟ نشوف رأي وائل جمعة. استقبلنا هدف النهارده كانت هو ممكن. هو القصد من سؤالي ان هل هذه النتيجه فخ او لا؟ لان لو سالت اي اهلاوي قبل المباراه وتقول له لو تفوز 2-0 على وفاق صف اكيد حيفرح واكيد يقول لك النتيجه كويسه، لكن نظرا للسيناريو المباراه خلال 90 دقيقه والفرص التي خلقها النادي الاهلي، يعني فرص 100% مفروض اهداف. انت بتلعب فرقه كبيره مهند، انت بتلعب فرقه كبيره يعني ما يعني النتيجه مش معناها ان انت عبرت للمباراه النهائيه خلاص. لا فرقه عندها سيحصل في الجزائر اكيد هتكون المباراه صعبه، عشان كده بقول لك كنت اتمنى ان نسجل الفرص الكتير اللي اتيحت لنا وما نندمش عليها في مباراه العوده. هو بذكاء بقى يعني بيتصور ان وكان وفاق الصيف ادعى انه فريق خفيف يعني اتاح الاهلي كل هذا العدد من الفرص عشان يصطادوا هناك. انا شايف ان مباراه الذهاب دلوقتي دايما كنت بقول لك النتيجه في مصر يعني لما تبقى 0-0 احسن ما يخش فيك جون وتكسب 2-1 او حتى 3-1، لان الجون اللي وده هيتلغي قريب من الاتحاد الدولي بيفكر ان الهدف خارج الارض بهدفين في حاله التساوي في فارق الاهداف. اهم ميزه في نتيجه المباراه دي انها 2-0، يعني ما هي 3-1 ما هي نتيجه كبيره بس برضه ما تريحنيش. 2-0 احسن. طبعا الشباك فانت لو ربنا وفقك جبت هدف هناك يبقى هم عايزين 4. عايزين 4
فهدف واحد هناك يكفي، مش ما اقدرش اقول يكفي، انما هيسهل لك الدنيا. طب هل كارتيرون مطالب يغير طريقه اللعب هناك؟ اعتقد خبرات وائل جمعه مهم الاستماع ليها. هل مطالب من الفرنسي تغيير التكتيك في مباراه الاياب، اللعب على الهجمه المرتده، عدم فتح الملعب بشكل كبير، لان وفاق الصيف مطالب لتسجيل اهداف، مطالب لان يتقدم للامام، بالتالي بالتاكيد سيجد المساحات الاهلي لضرب الخط الخلفي بالنسبه لوفاق الصيف؟ اكيد، انا براهن على خبرات اللاعبين اللي موجودين في الملعب مهند، عندهم القدره ولعبوا مباريات بالحجم ده وبالشكل ده وبالحاجه للفوز بره ملعبنا اكتر من مره، وعندنا اللاعبين اللي في خط الهجوم تحديدا يعملوا الهجمات المرتده، لان هيبقى في مساحات، واحنا لعيبتنا بتحب المساحات بشكل جيد، بنلعب على الاطراف بشكل ممتاز، عندنا لاعبين في خط الهجوم عندهم السرعه يقدروا يستغلوا المساحات، هيبقى في اندفاع عند لعيبه وفاق الصيف. اهم شيء طبعا في مباراه العوده ما تستقبلش هدف بدري، لانه هيصعب المباراه عليك بشكل كبير جدا، انما زي ما بقول الافضل النهارده ان انت ما استقبلتش هدف، وان انت اديت اداء مقنع الشوط الاول يساعدك ويديك ثقه في مباراه العوده ان انت تقدر تعمل مباراه كبيره، ولما لا تسجل في مباراه الجزائر يعني.